Thank you.
ورائعة يوسف شاهين صراع في الوادي. صراع في الوادي كان سنة 53 تقريبا، وزي ما احنا عارفين كان أول بطولة لنجمنا العالمي عمر الشريف وزكي رستم وفريد شوقي، وفي المشهد الشهير بالقبلة على خد عمر الشريف اللي عملت هيصة ودوشة وقتها، والناس انقلبت على فاتن حمامة اللي هما كانوا متخيلينها أو متصورينها أنها لا يمكن تقبل أنها تقبل أحد أو أحد يقبلها في السينما المصرية. ان دي كانت شرارة الحب اللي بدأت ما بين فاتن حمامة وعمر الشريف، ولو ان انا مش من انصار ده، لان الحب للسينمائية بيبقى فيه مليون شاهد عليها من مصورين وعمال وفنيين وبتاع، ده ما بيبقاش فيها اي عاطفة او شكل. لكن بلا شك ان صراع في الوادي شكل بداية العاطفة اللي نشأت ما بين فاتن حمامة التعيسة في حياتها الزوجية مع المخرج الرائع عز الدين زلفقار اللي جوزته وهي عندها 17 سنة بعد ما عملت فيلم خلو بإخراجه وبطولته أيضا، وما فيش في نهاية 54 كانت طلقت منه وتزوجت من عمر الشريف وأشهر إسلامه من الكاثوليكية، عشان في ناس تقول لك هو كان يهودي، هو كان كاثوليكي، وعملوا مع بعض لحلم حليم بقى قصة وإخراج أيامنا الحلوة، ومعهم عبد الحليم حافظ ومعهم أحمد رمزي، الثلاثة مع بعض في الفيلم اللي الناس كتيرة قوي قطعت الفيلم. قطعت الفيلم ليه؟ قالوا إحنا جمعية فاتن حمامة، إزاي تتجوز واحد تاني وإزاي تسيب جوزها؟ كانت بالنسبة لهم فاتن حمامة قديسة السينما، فقالوا هنقطع أفلام فاتن حمامة. تزامن ده